برحب بحضراتكم مرة تانية. رحلة طويلة وصعبة وموسم استثنائي، أقل حاجة تتقال عليه، والنادي الأهلي بطل للدوري الـ42، ولكن لسه يعني الرحلة ما خلصتش، لسه طبعا عندنا الهدف اللي دايما بنأكد هو الأهم في المرحلة دي، طبعا دوري أبطال أفريقيا، ولسه الكاس بالنسبة لنا مهمة لأن النادي الأهلي بينافس على كل البطولات. كلام أكتر عن دوري أبطال أفريقيا مع الصحفي أحمد بالكبير أحمد ميدو بمجلة الهداف الجزائرية. برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. شكرا زميلتي سارة على الاستضافة، تحياتي لك وتحياتي لكل الشعب المصري وخاصة أنصار النادي الأهلي المصري نادي القرن، بما أننا الآن في قناته قناة نادي الأهلي. بشكرك جدا، وخلينا نبدا معاك من رحله صعود بقى النادي الاهلي لنهائي افريقيا. ازاي شفتها؟ ازاي شفت مباريات نصف النهائي مع طبعا نادي الوداد سواء الذهاب او الاياب؟ طبعا الاهلي خاصه في الاهلي ماهوش نادي لي انا اللي راح نعرفه، نادي الاهلي نادي معروف، نادي كبير، نادي القرن في افريقيا، واحد من افضل الانديه في توب، ليس ربما توب 20، يعني توب 20 من افضل الانديه في العالم. النادي الاهلي المصري تقريبا تاريخه يحكي عليه، خبره لعبه، الجهاز الفني، شفنا في مباراه الوداد سواء الذهاب وخاصه مباراه الاياب اين تالق اللاعب السابق لنادي مولوديه الجزائر الجزائري المالي ديانغ اللي كان قدم مباراه كبيره. الاهلي تقريبا تاهله كان مستحق سواء ذهابا او فوز ذهابا وكذلك ايابا كان مستحق، وصوله الى دور النهائي امر ربما لا ليس بالجديد على نادي مثل النادي الاهلي المصري. لذلك الان الاهلي المصري مثل ما قلت، كنت استمع الى ما قلته منذ قليل، النادي الاهلي الان ينافس على ثلاث جبهات، يستعد ربما لحرز ثلاثيه تاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي المصري، ينافس على فاز بالدوري المصري الدوري رقم 42، الان متواجد في نهائي دوري ابطال افريقيا ويبقى ينتظر مباراه نصف النهائي الاخرى بين نادي الزمالك بالاضافه الى نادي الرجاء البيضاوي. الان قد يكون هناك نهائي مصري 100% ديربي القاهره بين الزمالك والاهلي، فريقين عريقين، كما انه ينافس ايضا في كاس مصر. لذلك الاهلي ربما خليني ما نقولش في طريق مفتوح، لكن يبقى المرشح الافضل حظا لنيل ثلاثيه اخرى في تاريخ النادي الاهلي المصري. بمناسبه ان بتقول قد يكون هناك نهائي مصري بين الاهلي والزمالك، شايف انه الزمالك اقرب من الرجاء للتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا؟ كرة القدم ليست علوم دقيقة، ولا يمكن أن نجزم بشيء في كرة القدم ما دام 90 دقيقة ما زالت في اللعب، ما دام في ظل كل هذه الظروف التي تحدث في العالم مثل ما تعرف. ولكن من متابعتك للفريقين من الناحية الفنية، شايف مين أقوى، الزمالك أم الرجاء؟ الرجاء البيضاوي قبل التوقف بسبب كورونا كان في مستوى تقريبا تصاعدي بعد الشيء، لكن بعد فترة التوقف الدولي مثل ما تشاهدون الآن حتى في أوروبا، حتى لما شاهد الدوريات الأوروبية، من كان يتوقع أن يخسر برشلونة ب8، من كان ينتظر ليفربول القوي والمهول يخسر ب7 في أستون فيلا، تغيرت العديد من المعطيات بعد جائحة كورونا، غياب الأنصار أيضا، ربما هناك بعض الفرق اللي تلعب كرة قدم جميلة فقدت حتى مثل ما فقدت روح الفريق، يعني وجود الأنصار في الملعب يعطي دافع اكثر. شفنا الزمالك ايضا عاد بفوز من الدار البيضاء امام الرجاء البيضاوي، الان مباراه العوده ستكون في ملعب القاهره مره اخرى، ملعب شاغر. لحد الان الاتحاد الافريقي قام بتاجيل النصف النهائي مره اخرى وتاجيل ايضا حتى موعد المباراه النهائيه، سننتظر لنرى مباراه العوده، ولو ان الزمالك يبقى تقريبا المرشح ب 60 الى 70% للمرور الى الدور النهائي، ولو انه مثل ما قلت في بدايه الحديث كره القدم ليست علوم دقيقه. شايف التاجيل ده ممكن يكون في صالح مين من الانديه اللي بتتنافس حاليا على اللقب، ومين ممكن تاثر عليه بالسلب؟ تؤثر على الانديه التي تتواجد في ديناميكيه انتصارات وديناميكيه نتائج ايجابيه، التي تعرفي في كره القدم هناك دائما فتره فراغ وفتره قوه، يعني في النادي يمكن يدخل مرحله فراغ تدوم مباراتين ثلاثه اربعه، قد يحدث ديكليك بفوز، قد يحدث ديكليك بتغيير مدرب، بتغيير عدد من الاشياء، لكن الفرق اللي تكون يعني في الانطلاقه، يعني فرق تحقق نتائج ايجابيه تلعب جيدا منحنى النتائج تصاعدي، تقريبا لما تتوقف لفتره اسبوعين ثلاث اسابيع
تتاثر هذه الانديه ايضا، هذا النوع من الانديه اللي تكون جيده تتاثر، قد تتاثر بنسبه كبيره جدا وتفقد ربما بعض الاشياء في طريقه لعبها، قد تفقد لاعبين، قد تفقد الرغبه ايضا من اللاعبين. انت تعرفي انه لما تكون تلعب كره القدم، لما تكون تلعب في موسم ثم تتوقف لاربعه او خمسه اشهر، تعود لتلعب شهر ثم تتوقف لشهرين، ماهيش نفس الرغبه وماهيش نفس الديناميكيه اللي يكون بها الفريق. بنتمنى طبعا يعني النادي الاهلي يرجع بقوه اكثر كمان في المباراه النهائيه. خليني اروح معاك للكره الاوروبيه، شايف ان البطولات الاوروبيه هتكون مهدده بالتاجيل مره ثانيه بسبب قرارات عوده الاغلاق في بعض الدول؟ اكيد الدوريات الاوروبيه مثل ما شاهدنا، كان الدوري الالماني عاد بسرعه في شهر جوان، وكان اول دوري عاد كان فيها ايضا، بعدها جاء الدوري الفرنسي توقف تماما بسبب الجائحه، ثم بعدها جاءت الدوريات الاخرى. هذا لعب المباريات في فتره قصيره في تلك الفتره اثر على العديد من الانديه، ماهوش سهل انك تتوقف لشهرين كاملين بدون تدريبات جماعيه وبدون اي شيء، ثم تعود وتلعب تقريبا مثل الدوري الايطالي والدوري الاسباني والدوري الانجليزي، تقريبا 11 الى 12 مباراه في ظرف شهر، يعني تقريبا كل اسبوع ثلاث مباريات. ثم شفنا لما رحنا للفاينل 8 الانديه اللي ما لعبتش وكان دورها الدوري تاعها متوقف، الانديه الفرنسيه مثلا لو لعبت دوري ابطال اوروبا ربما لم نكن لنرى ليون يصل للنصف النهائي، لم نكن لنرى ربما البي اس جي في النهائي لو كانت لو استكمل دوري ابطال اوروبا بشكل عادي، لكن الانديه اللي ما لعبتش استفدت من الراحه للاعبيها ودخلت بديناميكيه اخرى، دخلت بطراوه بدنيه لحقت النصف النهائي والنهائي. الانديه الالمانيه نفس الشيء، عادت هي الاولى، توقفت هي الاولى، وصل البايرن وفاز باللقب، بينما انديه اسبانيا ايطاليا وانجلترا عانت الامر، راجع شفنا البارسا خسر 8-2 وأقصي والعديد من النتائج الأخرى. الآن بشأن هذه الفترة المباريات انطلقت، خاصة في الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني، بدأت المباريات، وصلنا تقريبا للجولة الثامنة في إسبانيا مثلا. الآن تصوري لو تتوقف هذه الدوريات مرة أخرى، هناك أندية ستكون مهددة بالإفلاس، حتى من أندية يعني الأندية الكبرى في أوروبا، نشاهد الآن برشلونة مثلا يعاني من الناحية المالية ويطلب من لاعبيه تخفيض أجورهم مرة أخرى لتفادي إعلان الإفلاس. نادي برشلونة ماهوش نادي يعني رأس ماله 100 مليون يورو أو 200 مليون يورو، يعني أندية تحكي على مداخيل ب 1000 مليون يورو، يعني مليار أورو تأثرت، وما أدرك بالأندية الأخرى. الدوري الإنجليزي نفس الشيء، أنت تعرفين بأنه في الدوري الإنجليزي الفريق اللي يسقط ينال تقريبا أموال أفضل من المتوج في الدوري الإيطالي. على ذكر الدوري الانجليزي برضه عايزه اروح معاك للقطه في جدل كده كبير بعد مباراه ليفربول وويست هام ولقطه محمد صلاح وضربه الجزاء، ويمكن كنا بنقول في الحلقه ان آلان شيرر بيقول انه الموضوع ما يستحقش ضربه جزاء وانها غير صحيحه وانه الاحتكاك ما يتسببش في الوقوع الكبير ده اللي حصل لمحمد صلاح او السقوط ده. شفت اللقطه دي ازاي؟ شفت الجدل ده ازاي؟ الجدل هذا حول التحكيم وحول الفار وحول هذه اللقطة ولقطات أخرى، شفنا في الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبا حكام الدوري الإنجليزي، خلينا نقول بأنهم ربما الدوري الإنجليزي الآن يعتبر الأقوى في العالم من حيث في العامين أو ثلاث سنوات الأخيرة، بدأ الدوري الإسباني يتراجع قليلا، لكن في إنجلترا كنا نشوف تحكيم مختلف، التحكيم الإنجليزي غير التحكيم الإيطالي والإسباني، خاصة التحكيم الإسباني في فضائح كثيرة بالفار، لكن منذ دخول تقنية الفار إلى الدوري الإنجليزي أصبحت الأخطاء تتكرر، وحتى الفار لم يستطع الفصل في جدل لما نشاهد مثلا مباراة ديربي ميرسي سايد. من وجهة نظرك كصحفي كبير ومشجع رياضي كبير، ضربة جزاء ولا لا لمحمد صلاح؟ احتكاك كان كافي لتصفية ركلة الجزاء. بالنسبة لي شخصيا الاحتكاك فيه احتكاك داخل منطقة العمليات لتصفير ضربة جزاء، سواء كان محمد صلاح أو لاعب آخر أو لاعب آخر، كان فيه احتكاك كما يقولوا بالفرنسية سوفيزون، يعني كافي لتصفير ضربة جزاء، هناك ضربة جزاء ربما صفرت بأقل من ذلك الاحتكاك. بشكرك جدا على بالكبير أحمد، كابتن بالكبير أحمد الصحفي بجريدة الهداف الجزائرية، كنت معانا في برنامج السادسة. قبل ما نروح فاصل بس عايزة أقول أنه حقنا كلنا أن احنا نفرح جدا بالتتويج بالدوري الـ 42، وكلنا سعداء بحاجة زي دي، وموسيماني قد إيه كان امبارح المنظر مشرف وهو بيتكلم على فايلر، وأن ده حق فايلر طبعا اللي قدم موسم كويس جدا مع النادي الأهلي وقدر أن هو يحسم الدوري قبل النهاية بسبع أسابيع، وكان في رقي في الحديث وفي التصريحات وأنه ده حق فايلر وحق اللعيبة وأن أنا جيت بعد ما تم حسم الدوري، ولكن برضو
انا كنت حريص ان احنا ما نخسرش ولا مباراه من ساعه ما جيت، ونقدم كمان كوره كويسه جدا وكوره ممتعه جدا، ويبقى في اهداف اكتر. وهو ده اللي حصل، وفي تفاؤل الحقيقه ان شاء الله الفتره اللي جايه مع موسيماني والجهاز الفني واللعيبه، وباذن الله يكون التركيز دلوقتي كله والكلام كله على افريقيا الهدف الاكبر. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.